هاي العائلة بالرصة السيارة بال لا قصاي والله خلاص لا نعرفهم راني قالوا في حسابات شفنا ما يتير انت جيت 200 وانا مش قاعد 200 قسم جماعة في 200 قسم اللي ما عاد كم واحد والله يطلعون مع 20 واحد والله ما خلف واحد ما كل يجي قسم في جحان يوم يقول لا ما عزيز عبد الموجود اليوم في أي الإصلاح الزراعي حيث تقوم مؤسسة الإغاثة الإنسانية بتقديم المساعدات بمناسبة شهر رمضان للأهالي المعايدين إلى هذه المنطقة بعد تحريرها من قبل القوات الأمنية. المنطقة تعاني من انقطاع نتمنى في الأيام القادمة وسوف نسعى مع الجهات الخدمية لإزالة الأنقاض والأوساخ في هذه المنطقة وإيصال المياه الصالحة للشرب لأجل تخفيف المعاناة على المواطنين وإعادة الحياة.